السلام عليكم متابعي قناة شوف تيفي مباشرة من السوق الأسبوعي قيصر ضواحي الصطات. على عكس باقي المناطق اللي فيها واحد الأثمنة ملتهبة وجد مرتفعة، يعني هنا في السوق ديال قيصر كنجبروا جميع الأثمنة ديال الخضار اللي تقريبا خيزوا واصل الثمن ديالو 5 دراهم، البطاطا 5 دراهم، اللفت 5 دراهم، مطيشة تقريبا 8 دراهم، مطيشة هي اللي دير الثمن شوية. كاين اللفت الصفر خيزو. السلام عليكم. شري بغينا كتقول لينا الثمن ديال الخضر؟ الثمن ما مكاتش يا خويا، كل حاجه ولا الكود ديال خويا. طيح الثمن اليوم 5 دراهم، كاينه 5 دراهم، كاينه 5، كاينه 6 دراهم، كاينه ما مكاداش، كاينه 7 دراهم، كلها مع كل يدير القدر ديالو. السلام عليكم. كلشي روح مع الشي وصافي، ان شاء الله الله يرزقنا السلامه، الله يعطينا 10 بعدات الماء. الله يعاونهم اسيدي، الله يعاونهم، الله يعاونهم، الله يعاونهم. وهادو 130. وشنو الفرق؟ تقدر تكلم لنا تقول لنا المطيشة؟ المطيشة دوكا الغليظة المليحة يبيعوا فيها ب1 فرنك، والخضرة الأخرى 120. 120. دابا بالي خويا الثمن طايح هنا. لا هذا طايح، راه طالع صح. لا مع المدينة راه تقريبا كتجبد. المدينة راهم يبيعوا لهم جلبانة حتى 400 ذيك. لابد ندور في التلفاز. ياك مرحبا مرحبا. حيد الله يعاونك. الله يكبر بك. اهلا بك. الخضرة غالية خويا، الخضرة غالية. مطيشة 5000 ريال الصندوق باش خادوها، والبطاطا خادوها تاهي ب 4800، البصلة 100 ريال الكيلو. السوق ديال قيصر هنا متحفظ على لا ما كاينش اصاحبي، راه كاين شويه ناقصه دراهم، ولكن الناس ما قادرش على الخضره. الناس فاش كتدي 30 40 عاد تدي 10 15 كايلوها فوق ظهره ويزيد. دابا الناس ما حنا بزاف اصاحبي، لكن المسكين ما قلتش الحق له كاع، بدا يسير بدا يسير، راه 6 دراهم دابا اللي مول بالجمله، وعاد الميكرو مصر كيطلع عليه 140، وشحال غايبيعوا هو؟ السكين دري وجد المسكين ما كيقدرش يدي. كاين اللي كيمشي بلاش دابا مسكين، كاين البصله ما تلاش قد يديها، ما عطيش 10 دراهم. الثمن في الصاف مثلا ولا برشيد كتجبر بطاطا 9 دراهم، الجبانه 15 دراهم، هنا مثلا بطاطا كتجبرها ب 5 دراهم، راه كاين فرق. لا ما كاينش 5 دراهم بعدا يبيعوا لك، راه طالع لي 130. يعني مخلطه. مخلطه دابا كاينش كيعاونوا ما شويه اللفت والبسباس وخيزو. هادو هما اللي مرخوفين دابا بالنسبه للبصله البطاطا المعطيشه طالعين في الاثمنه بزاف. البصله شحال دايره؟ 5 دراهم جمله. خاصو يبيع دابا 140، 7 دراهم. 7 دراهم. 7 دراهم اصاحبي، ما شاء الله وصافي. اللهم امين اصاحبي، كلشي غالي اصاحبي، والدراوش ما قادروش على هادشي، والناس كلها خدامه دابا، الناس راه مرجعه. هذا هو المشكل، ما كاينش الناس فين كدور دابا باش تحرك باش تجي للسوق. دابا كلشي واقف. لا الكراس دابا الناس كانوا يهزوا 40 كيلو 50 دابا. كره هريسه دابا كيهزوا الناس، وهذاك الشيء دابا ما تلاوش كيقدروا يهزوا، باش ياخذ 30 كيلو ولا 40 يهزها، دابا عاد كيهز 10 كيلو كيديرها فوق ظهره ويزيد. كان الرخص ديال الخضره كانت محركه. كان دايره شويه القاضيه، والسيد كيهز 40 كيلو 30 كيلو، الليمون توا كيصيبو ب 4 دراهم 70 60، كيعمر كراسات قاده ويزيد ضروري ياخذ كاروزه. دابا لا ما تلاش يقدر على الله. يقدر شويه. يقدر بزاف. ياخذ دايره قليله. قليله يدير في السميدو هذاك، كيمشي على القطنيه مادار ولا شي. الناس راه صعيب لهم واش صعيب، الناس ما حنا الله يدير شي داو، الله يعطينا الشافه، والله يسهل عليكم. الله يحفظك اخويا. كيف ما كتشوفوا مجددا متابعي قناه شوف تيفي مباشره من السوق الاسبوعي قيصر اللي كنقلوا لكم الاثمنه ديال السوق. خويا شحال داير التفاح؟
درهم. تباع اخويا ب 7 درهم. باش خالص؟ 160 150. وشي غالي صاحبي، الليمون 6 درهم ونص جملة. تباع 180 160. هذا الرقيق 140، كلشي غالي اخويا. الخضرة غالية في المدينة، ولكن هنا السوق مصفر. واحد الكرة كدير 9 دراهم، الطماطيش 10 دراهم، الزبيبة 15 درهم. هنا الدارنا مخلطة هي وخيزو. دابا راه الخضرة مخلطة هنا، كيديو اللفت وخيزو وبسباس، كلشي كيديو. كيهرس. دابا بطاطا راه غالية، بطاطا هي غالية ب 7 درهم ونص، 8 درهم جملة. لا كيهرسوا معاك شويه، هادشي راه غالي شويه وصل. هذاك الشيء اللي كاين، امين الله يحفظك. هذاك الشيء اللي كاين. خليها لك بنادم. شحال داير التفاح اخويا؟ اخويا التفاح اخويا اسمح لينا اسمح لينا، بغينا كتقول لينا الثمن ديال خويا. السلام عليكم. التفاح اخويا داير 6 دراهم. 6 دراهم. 6 دراهم. والليمون والليمون اخويا 7 دراهم. السوق اليوم والسوق اخويا راه الغلاء الغلاء اللي جا راه يجي على الجميع، يجي الاخر يجي على الجميع. حنا خاصنا نتقبلوا هذه الفكره هذه بان الغلاء راه جا على الجميع، جا الاخر جا على الجميع. انه الخضره مثلا البطاطا في المدينه دايره 9 دراهم، ولكن هنا في السوق 5 دراهم. علاش؟ واحد خصك كتباع التخليطه، يعني خصك تشري بطاطا تشري بسباس تشري خيزو. دابا راه الواحد غادي مثلا غايدي بطاطا خيزو ولفت، فهمتي؟ كاع الخضره مخلطه غادي يدي، هذاك الشيء علاش ناقص الثمن شويه. الله يحفظك، الله يطول عمرك. امين اخويا، الله يحفظك. كتشوفوا كتشوفوا مجددا متابعي قناة شوف تيفي مباشرة من السوق الأسبوعي بيسر. كاين هذه هي الأسمنة ديال الخضر، هذه هي الأجواء ديال السوق الأسبوعي بقيسر كيف ما كتشوفوا مجددا متابعي قناة شوف تيفي. كاين واحد الظاهرة هنا بالسوق ديال قيسر أن البطاطا راه غالية، ولكن كاين أنه إلا بغيتي تاخذ مثلا الخضرة ولا شي حاجة كتاخذ تخليطة. بلاتي بلاتي كتاخذ تخليطة، بلاتي بلاتي شوية كتاخذ تخليطة. هذه هي مجمل الأثمنة متابعي قناة شوف تيفي من خلال هذا البث المباشر الأجواء بالسوق الأسبوعي يعني بقيسر، اللي كيف ما شرحنا لكم أنه يعني هنا الأثمنة كتكون مخلطة. كنشكركم مجددا متابعي قناة شوف تيفي على التواصل والتفاعل، وإلى اللقاء في بث مباشر آخر.